النهارده ناجح بكل المقاييس. انا سعدت جدا بالمشاركه فيه وسعدت جدا بالتواجد في وسط شباب الواعد ده اللي عايز يتعلم حاجه جديده وعنده رغبه في انه يطور نفسه ويبتدي من بدري جدا قبل ما يعني ما يخلص جامعه حتى. وانا الحكايه دي بحترمها جدا في الناس, والايفنت فعلا مشجع جدا وفيه معلومات مفيده. يعني بجد انا بهني الفريق العمل بتاع لو تي في. It's a very positive feedback يعني, ويشرفني ان انا اجي هنا تاني وان انا احضر سيشنز اسمع المحاضرين بيقولوا ايه, لانه الاستفاده فعلا كبيره جدا. شايفه انها انيشيتيف حلوه, سبيشلي ان الطلبه لما اول ما تتخرج او حتى وهم لسه في الجامعه مش دايما بيبقى عندهم الاوبورتونيتي ان هم ياخدوا انترنشيبس في مكاتب, او الدنيا مش دايما بتبقى واضحه بالنسبه لهم. والحقيقه ان الحياه في المكاتب او في الشغل عامه مختلفه شويه عن اللي هم درسوه في الجامعه, فبيبقوا محتاجين توجيهات, بيبقوا في اسئله شويه براكتيكال هم محتاجين الاجابه عليها. هو الايفنت كان كويس جدا, وكاجتماعيا برضو ان انا دخلت وعملت يعني اول تجمع ليا اجتماعي, فده حاجه كويسه قوي على المنصه فتح لي الموضوع ده النهارده. استفدت حاجات كتير جدا يعني, كده كده اصلا احنا بندرس حاجه في الجامعه وفي جابس كتيره جدا موجوده ما بين الدراسه والواقع العملي, فانتوا هنا بتفيدوا الطلبه وبتفيدوا الخريجين وبتفيدوا كل الناس, وبتحاولوا تخليهم نوليدج اكتر يعني, تديهم نوليدج ورش عمل يعني. المره الجايه ان شاء الله مستني ان شاء الله ميرجرز اند اكوزيشن. مكتب التميمي من المكاتب اللي دايما بتهتم بالدور المجتمعي الفعال, بيحاول يساهم بشكل يعني جيد جدا في كل الحاجات اللي ممكن تبقى متاحه علشان ترفع من شأن الشباب او تشجعهم او تديهم دفعه, وبالذات كمان بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا في المكتب مش بيبخل على حد باي حاجه, التدريب والتوعيه والتشجيع. فبالتالي نفس الفكره بتبقى مع الناس المحيطين في الخارج, وبيشوف انه في كوادر كتير جدا ممكن تنمو بدعم منه, وانا بحس ان المكتب له دور قوي وفعال.